ثم ما بعد. فنستأنف الحديث حول سيما الرضا وعدم الاستدراك على الخالق جل وعلا مقدرا ومشرعا، وذلك رمز سورة البقرة كما سبق الحديث قبل. ومفتاح الفهم لهذه السورة المباركة العظيمة لفظ البقرة، من حيث هو اسم علم على سورة البقرة، وليس من حيث هو دال على حيوان معروف. ولكن حينما نقول يقرأ فلان البقرة أو معه البقرة، ما كيمشيش العقل للحيوان، إذن كيمشي العقل والذهن أنئذين إلى المعهود من كتاب الله وهو السورة، مما يدل إذن على أن كلمة البقرة الدلالة ديالها دلالة رمزية، ماشي يعني دلالة حرفية على أنها بقرة، لكن طبعا الأصل أنها بقرة، لأنها تتحدث عن بقرة حيوان. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهي بقرة حيوان، ولكن من اللي نتكلموا على الصورة ما كيبقاش الحيوان خدام، يقرأ البقرة كيقراش الحيوان أنايلي، وإنما المقصود أن انتقلت اللفظة من الدلالة اللغوية المحضة إلى دلالة التسمية العالمية الرمزية على صورة من كلام الله جل وعلا القرآن العظيم. فحينما تحولت إذن التسمية إلى هذه السيما، يعني العلامة، سيما وسيماء، سيماهم في وجوههم يعني علامة من أثر السجود، تحولت إلى سيما علامة، ولم تعد لها دلالة الحيوانية، صارت لها دلالة أخرى وهي ما ذكرنا قبل من الاستدراك على الله جل وعلا على أنه معصية وكبيرة من أكبر الكبائر، وأن مقابله الرضا بالله جل وعلا مقدرا ومشرعا، أي خلاصة ذلك الرضا بالله ربا، ومن مقتضيات الربوبية أن يكون جل وعلا مقدرا ومشرعا، الرضا بالله مقدرا ومشرعا، وهما معنيان متكاملان. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من مجموع فتاواه كلاما مستفيضا حول هذا المعنى من إرادة الله القدرية وإرادته التشريعية، وأن على المؤمن إذا أراد أن يكون راضيا راضيا بالله ربا أن يتقبل إرادة الله جل وعلا بالمعنيين، لأن رب العالمين يحكم الكون سبحانه وتعالى بربوبيته مقدرا ومشرعا. فأما إرادة التقدير وإرادة التكوين وإرادة الخلق وإرادة التقدير كلها بمعنى واحد، الإرادة القدرية، فهي الأمور التي جعلها الله جل وعلا قضاء وقدرا في خلقه وتدبيره، كإرادته جل وعلا بأن تكون أنت أنت، حينما تعلقت إرادته جل وعلا بتكوينك فقال لك كن فكنت، هذه إرادة قدرية لا يمكنك أن تردها، مستحيل، لا حيلة للإنسان في دفع إرادة الله القدرية وفي رضها أو التمرد عليها، مستحيل، لا يمكن، لا يتصور عقلا ولا شرعا ولا واقعا شي واحد يبدل تاريخ الميلاد دياله، لا يستطيع، أو تاريخ الوفاة دياله، لا يستطيع يبدل الوالدين دياله، أنا بغي نتزاد من ولد فلان وفلانة مش ولد فلان وفلانة، لا تستطيع. فإرادة الله القدرية إرادة حتمية واقعة بما أراد الله جل وعلا وكما أراد، وهي المتعلقة بقوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد، أراد إرادة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن كيبقى واحد الأمر، ما معنى الرضا بالله أربا من حيث هو جل وعلا مقدر، مقدر للمقدورات، يعني كيف نقول الرضا بالله ربا بهذا المعنى وهو ما يمكنليش نبدل هذه الإرادة؟ معناه أنه يجب على المؤمن أن يكون راضيا بهذا، تكون عجبك الحال بما قسم الله لك من المقادير بإرادته القدرية، وكل ذلك تتعلق به أمور كثيرة من أمور المقادير التي تتعلق بالإنسان في قسمة الرزق والأنصيبة، مما يتعلق بالأحوال كلها، مما لا كسب للإنسان فيه ولا يد له فيه، ملي كتوقع الواقعة وتكون على وضع معين تكون حمد الله تعالى على ذلك الوضع راضي به، لأنك بين أحد أمرين، إما أن ترضى به فمعنى أنك قد رضيت بالله ربا، وإما أن تسخط، تسخط يعني ما غاديش تقدر تبدله لأنه لا يتغير، مستحيل، لا أحد يستطيع مثلا أن يغير لون وجهه
أو شكل شعره أو طول جسمه، ما يمكنش. ولكن كيمكن ترتب على عدم الرضا بهذا الأمر، ترتب عليه عقد نفسية، كمن يسخط على شكل وجهه أو طوله أو لونه أو بيئته أو والديه. هذا نوع من الشرك ونوع من الكفر الخفي، لأنه لم يكن رضيا بالله جل وعلا إذ قسم له ما قسم. فيعني الرضا وعدم الرضا لا يؤثر في الواقع شيئا بالتغيير أو التبديل، ولكن يؤثر في النفس، وبه يتميز أو تتميز النفس المؤمنة الراضية بالله ربا، من حيث هو جل وعلا مقدر للمقادير بإرادته القدرية، فيكون مستجيبا حامدا لله على كل حال، مستعيذا به جل وعلا من حال أهل النار. أما إرادته التشريعية فهي المتعلقة بالتكاليف، أي الأمر والنهي من الحلال والحرام، هذه إرادة أخرى مختلفة على الأولى، لأن الأولى رب العالمين نزع منك قدرة التصرف فيها، أما الثاني أعطاك قدرة التصرف فيها، أمرك بأن تصلي وأعطاك قدرة الامتناع عن الصلاة، ماشي يعني أعطاك قدرة الامتناع عن الصلاة يعني قالك ما تصليش، لا لا ينبغي أن يفهم هذا المعنى، ولكن أعطاك القدرة أنك تكون عاصي، كما أنه أعطاك القدرة أنك تكون طيع طائع. فنفس القدرة اللي عندك باش تآمن عندك بحالها قدرة باش تكفر. فأراد جل وعلا بإرادته التشريعية، ماشي القدرية هذه المرة، بإرادته التشريعية أن يأمرك بالأوامر وينهاك بالنواهي، ولكن أن تختار أنت أن تكون مؤمنا طيعا. والإنسان المسلم بهاتين الإرادتين عبد لله بمعنيين، عبد لله كرها بالزز منه، وعبد لله طوعا بالخاطر دياله. فأما كونك عبدا لله كرها فبالإرادة القدرية، وقف الدم ما يجريش في الشرايين ديالك، سيروا بطريقة أخرى، بدل اتجاه الدورة الدموية، لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذه الأمور، لأن هذه الحركات متعلقة بالإرادة القدرية، فأنت عبد لله خاضع للنواميس الإلهية الربانية بزز منك، فأنت عبد، ما يمكن لكش توقف الحركة ديال الظل ديالك، هو ديالك ظلك الذي هو منك وإليك، ولكنك لا تستطيع أن تتصرف في حركته بعكس اتجاه مسيرته مثلا أو شيء من القبيل. فإذن هذه الأمور وهذه الأحوال العبد الإنسان يكون بها عبدا لله كرها، وهذه يستوي فيها المؤمن والكافر، هذه مجد فيها البشرية، المؤمن والكافر في هذه سواء، حتى اليهود والنصارى والمجوس وكل الخليقة عبيد لله بهذا المعنى. ولكن يفضل المؤمن ويتميز بأنه إضافة إلى ما تعلق به من الإرادة القدرية، يختار المؤمن هذا الآن يختار أن يكون عبد لله طوعا كما هو عبد له كرها. وهذه الشريعة، هذه الشريعة، معنى الشريعة أن الله جل وعلا أمرك أن تؤمن، أمرك أن تصلي، أمرك أن تزكي وأن تحج وتعتمر وتصوم، ونهاك عن الزنا والفواحش والسرقة وهلم جرا، ولكن أعطاك إمكانية أنك إلا ما بغيتش تطبق تقدر. فهو أمرك ونهاك وارتب عقوبة وأجرا على الأمر والنهي، ولكن خلالك أنت حرية التصرف، ليس بمعنى حرية التصرف أنه يستوي الأمر والنهي في ذلك، كلا لا يستويان أبدا كما لا تستوي الجنة والنار، ولكن أراد الرب جل وعلا أن يرى عباده الذين يمتعهم بالجنة من عباده الصالحين، أراد أن يراهم يتقربون إليه بالعبادة محبة فيه جل وعلا ورغبا فيه ورهبا. وده هو الجمالية ديال الشريعة الإسلامية وديال الدين، أن الإنسان يقرر، هو يقرر أن يكون عبدا لله، يريد أن يكون شاكرا لهذا الذي أنعم عليه بالخلق وبالنعم وبالرزق وبالهداية. لذلك إذن كانت خلاصة الدين كل الدين أمرا أمر، الدين كله أمر، يعني النهي والأمر هما في الجوهر معنى واحد، لا تفعل افعل، حاجة واحدة يجمعهما الطلب، الله يطلب منك على سبيل الإلزام أن تفعل هذا وأن لا تفعل هذا، أمر. ولذلك يفهم أيضا من بصائر قوله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم
يأمركم أمر، والأمر من أسرار التكليف والتقريب والتحبيب والتعبيد لله الواحد القهار. أول صيغة خطب بها الإنسان في الإسلام هي الأمر، وهذا شيء عجيب جدا لمن انتبه إليه. كان عارفوا أن أول كلمة، قبل ما نقول أول صورة، أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ كلمة، وتكرر هذا الأمر في قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5 ديال الآيات الأوائل التي نزلت، ثم انقطع الوحي فترة بعد ذلك. الشاهد عندنا هو نحن ننتبه كثيرا إلى معنى العبارة اقرأ، يعني الأمر بالقراءة، وتحدث المفسرون حول ذلك ما شاء الله أن يتحدثوا. طيب هذا معنى، ولكن قبل الحديث عن معنى القراءة ومقتضى الطلب، أش مطلوب مننا نقرأ بالضبط، وباسم من، كيف نقرأ، منهج القراءة، شيء مهم. قلت قبل هذا وذاك جميعا أن الرحمن جل وعلا خاطب الإنسان في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، خاطبه بأمر، وكان يمكن أن يخاطبه مثلا بخبر وليس بأمر. والطبيعة اللغوية البشرية، الطبيعة اللغوية البشرية تقتضي أن الخطاب المبتدأ، يعني الخطاب المبتدأ مش بالمعنى النحوي ولكن اللي يكون في البداية، يكون في غالب أحواله خبرا أو شيء في معنى الخبر. يعني نفرض مثلا أنت كتلاقى مع شي واحد ما عمرك ما تلاقيت به أو ما عندك به علاقة، ولكن جابتكم القدرة في مكان على كتركب مع مول تاكسي صغير أو شيء من هذا القبيل، أو ركبت في القطار أو في أي مركبة مع الناس، جمعتكم القدرة تما في ذاك المجلس، جمعتوا تما وغتفرقوا ملي كتنتهي المهمة ديال السفر ولا ديال الرحلة قصرت أو طالت. عادة الإنسان حينما يبدأ بكلامه يبدأ بما يسميه علماء اللغة المعاصرين بالوظيفة اللغوية للغة، الوظائف ديال اللغة، اللغة العالمية ما يسمى باللغة الطبيعية، اللغة العالمية أي لغة، عربية إنجليزية فرنسوية كيفما كانت. الإنسان فاش كيبدا يتكلم في الأول يبدأ بنوع من الكلام بحال لا ما عنده معنى، وظيفة لغوية، حال هذيك ألو اللي كنقولوا في التليفون ما عنده حتى معنى، ولكن القصد بها التمهيد لما فيه المعنى اللي جاي من بعد. هذا كيتسمى لغو، لغو يعني الكلام الخاوي، هذا اللغو. ولكن يعني طبيعة الإنسان هكذا، يبدأ بشيء لا يقصده، يتكلم كلاما لا يقصده، ويكون في نوع من الخبر. ولذلك عادة أنه الإنسان يعني من الأشياء الغالبة الكثيرة، ماشي 100% دائما ولكن كثيرة، أنه غير كتجلس مع الناس جلسة مؤقتة مع كما مثلت مول الطاكسي ولا في كذا، إما نتكلموا في الطقس، الناس كيقولوا سخن الحال برد الحال، يعني متبعين الطقس يعني الجو، يعني خبر، يعني هو سخن الحال، أنا عارف سخن الحال وهو عارف سخن الحال، واش معنى كنقولوا سخن الحال؟ فالمقصود هو التهيئ لشيء آخر، أنت غير كتجبدوا الكلام هو كيجبدك الكلام، هذا هو الذي يسمى بالوظيفة اللغوية للغة. ولا نتكلموا في السياسة ولا نتكلموا في حرب الخليج ولا العراق ولا كذا، بما هو معلوم لدي ولديه معروف مشترك. لكن طبعا هذا يستحيل على الله جل وعلا، يعني رب العالمين واش يقول الكلام الخاوي؟ ما يهد به سبحانه وتعالى، تنزه عن العبث، بل جاءت أول كلمة من خطابه ليست حتى خبر، كان ممكن تقول له يعني يا محمد لقد خلقت من طين، يعني يجي هذا المعنى، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، يجي في البداية خلق الإنسان من علق ويعطيه خبر. حتى ولو جاء إنشاء اللي هو من بين المعاني ديالو النداء، يناديه ولكن ليس بمعنى أنه يأمره، ولكن بمعنى أنه يخبره يا فلان لقد خلق الله الإنسان من علق، ولكن ما جاش هالشي سبحانه وتعالى، وتنزه جل وعلا، قال له اقرأ أمر. ومعلوم أن الأمر في العربية وفي الواقع الطبيعي لا يكون إلا من أعلى إلى أدنى، الأمر ما كيجي إلا من شي واحد عنده سلطة عالية الواحد تحت منه، وإلا لا يسمى أمرا لغويا، ما يتسماش أمر إلا إذا جاب هذا المعنى، لأن فيه الإلزام. شنو الأمر؟ الأمر إلزام، يلزمك ولا يلزمك أحد إلا إذا كان يمتلك سلطة الإلزام. مش غادي يلزمك إلا ما عنده سلطة، لا بد من سلطة معنوية سياسية أي سلطة فيلزمك بالأمر. والله جل وعلا طبعا هو رب الكون، له الحكم جل وعلا،
فإذ يأمر يكون الأمر على أقوام معانيه ومقاصده بأنه إلزام. وهذا فيه واحد المفاجأة عجيبة، لأن الإنسان من اللي كيسمع الأمر، أي واحد لما كيسمع الأمر كيحس بأنه محكوم بسلطة ما، كيحس بأنه تحت إمرة أمير ما، ويشعر بنوعين من العبودية الظاهرة أو الخفية، كيحس بواحد النوع ديال أنه مغلوب على أمره. يعني من اللي يجيك أمر إداري أو شريكة أو كذا يأمرك رئيسك في العمل، كتحس بلي راه خصك دير داك الشيء. صحيح يمكنك أن تتحايل، أن تعبث بالأمر، أن لا تطبق، أن إلى آخره، ولكن الأمر كتشعر به بأنه يستهدفك باعتبارك أنت أدنى منه. ولو أنه مثلا كيكون الإنسان غادي في الطريق ويجي شي واحد لا تعرفه ولا يعرفه ويناديك، ولكن بصيغة الأمر كيمكن يسولك مثلا سؤال لا أثر له، أو أنه يخبرك بشيء لا أثر له، ولكن إذا قالك قف كتخلع تصاب بنوع من الخوف، لأنك تريد أن تتبين. علاش؟ لأنه صدر منطقه بأمرين، والأمر يقتضي أن له قوة معينة، فهو يوقفك قف أو أجل هنا، تشعر بالفزع لا شك بذلك، وتريد أن تستبين ماذا. وتصور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هادشي كله باش نجيبو الأمر ديال سيدنا موسى اللي جابوه من عند رب العالمين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بغار حراء يختلي يتدبر الكون ويتفكر في خلق السماوات والأرض، ولما يكون آنئذ قد أخبر بشيء من أمور النبوة، مازال ما جاتوش النبوة، لا خبر له عن السماء، يدوز ليالي ذوات العدد كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي هو في صحيح البخاري وفي غيره. عاد عنده كل رمضان كيطلع الجبل بضواحي مكة ويختلي به، الجبل المعروف اللي في غار حراء موجود الآن في خلوة خالية وبعيدة عن الناس، ويأتيه شخصون في خلوته بليل. إن جبريل عليه السلام فاش قال له اقرأ ونزل عليه جاه بالليل مشي بالنهار، والليل يعني هو جو وظرف أكثر تأثيرا وترهيبا للنفس. النفس عادة في الليل تنكمش وتسكن إلى المبيت ببيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم به ما عليه، يعني كيعرف المكان خالي ليس فيه أحد غير هو اللي راه تما، فإذا به يفاجأ بشخصين بين يديه، ما قالوش السلام عليكم، أول كلمة اقرأ، طبعا يصاب بالفزع يتخلع، لأن هذا الذي أمره خلينا من أمر ديال معنى القراءة، يعني قال له ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ، قبل هذا مجرد ما يقول له اقرأ إذن هذا كيأمرني، هذا معناته غلب عليا شي حاجة عنده، إذ يأمرني أو أنا له عبد، كيشعر الإنسان بهذا المعنى، منطق اللغة يقتضي هذا. ولذلك فعلا أصيب بالفزع وركبته الحمى عليه الصلاة والسلام، وفزع بعد ذلك إلى أهله يقول زملوني زملوني زملوني، فلأنه خوطب بأمر، والآمر طبعا هو الله رب العالمين، لأنه قال له بعد ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنا ربك الذي خلقتك بمقتضى هذا المعنى، أي كوني خلقتك آمرك، أنت عبد وأنا رب. فأول كلمة خوطب بها الإنسان الأمر، والأمر يقتضي العبودية. العبودية أول معنى ينبغي أن يأخذه الإنسان من الدين، لأن القرآن جاء بالدين، وأول معنى جاء فيه أن الناس عبيد لله الواحد القهار، فوجب أن يتدرجوا بمدارج العبودية ليكونوا عبادا له بعد ذلك صالحين. فطبيعة العلاقة بين الرب جل وعلا والمربوب، بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى، هي علاقة الأمر، الله يأمر والعبد يطيع، هذا المفروض في العبد، فإن لم يطع فالحساب يترتب على العصيان. فجوهر ديال الشريعة أنك إذ تريد الدخول إليها والدخول إلى الدين وكمالات الدين وجمالات الدين، فعليك أن تدخل إليه من باب العبودية، أنك مأمور وأن الآمر الله، هو يأمر وأنت تنفذ. ومن مقتضيات تمام العبودية أن يكون التنفيذ على كمال الأمر وعلى وزنه، وأن يكون بلا تردد ولا ريب ولا شك، يكون رضا بالأمر، رضا، وهذا معنى الرضا بالله ربا على مستوى الشريعة كما هو على مستوى القدر كما ذكرت من قبل.
هذا السر جعله الله ابتلاء لبني إسرائيل في قصة البقرة ففشلوا ولم يكونوا من الناجحين. واحد الأمر عجيب جدا ها هنا، وهو أن الله جل وعلا ابتدأ لنا القصة بنهايتها وأخر بدايتها، لأنه الإنسان من كيقرأ هذا المقطع من سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. علاش قال لهم ذبحوا بقرة؟ ما ذكر ذلك هنالك، ذكروا حتى الخرد القصة بعد آيات، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني سبب ذبح البقرة وكذا ما جاش في الأول، والخلاصة يعني باش نعرفوا القصة بالنسبة لمن لم يعرفها، باش تعرف يعني بأنه القصة محكية بالنسبة يعني للترتيب الزمني ديال الحدث محكية مقلوبة، ولكن بالنسبة للحكمة ما مقلوباش بالعكس راكبة. بنو إسرائيل قتلوا كما ذكرت ذلك من قبل، قتلوا أحدهم، واحد قتل عمه لأنه كان هو الوريث الواحد ديال، فحينما قتله احتمله ووضعه بباب أحدهم من أعدائهم من نفس قبائل بني إسرائيل الاثني عشر، وصار يطالب بدمه. هو قتل عمه والدهر ماه عند جيران، وصبح صباح كيقول قتلوا لعمي ويطالب بدمه. فالناس وصلوا في درجة الخصام إلى حد الاقتتال، جبدوا السلاح غادي يتقاتلوا بيناتهم بني العم، هذه القبيلة مع هذه القبيلة، وكلهم عمومة واحدة لأنه في نهاية المطاف أبناء نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. فقال أحد حكمائهم أتقتتلون فيما بينكم وبين أظهركم نبي الله موسى، اذهبوا إليه سولوه شكون اللي قتل القتيل فيخبركم. فلما سألوه سأل ربه فقال له ربه قل لهم يذبحوا بقرة. هذا الترتيب الزمني ديال القصة، ولكن ما تحكاتش في القرآن هكذا، تحكى في الأول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. جاء التفاصيل ديال الحوار، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. عاد جدب تعليل، والبداية ديال القصة جت في النهاية ديال القصة، وإذ قاتلتم نفسا هالسبب، وإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب إذن كان حوار شديد بين بني إسرائيل ونبيهم موسى اللي هو النهاية ديال القصة، والبداية ديال القصة جاء ذكرها في القرآن في النهاية. علاش؟ لأن الأمر في ذلك متعلق بامتحان بني إسرائيل في الأمر، لأن نبي الله موسى لم يخبرهم بأمر ربه جل وعلا من حيث حكمة ذلك. مشاو هما كيشكيو لسيدنا موسى قالوا ليه فلان تقتل ووجد بباب بني فلان، يعني انفرض أنه الجواب يقول لهم قتله فلان، أو أنظروني أخبركم ويقوم بنوعين من التحري، أو يأتي بشيء من عند الله يخبرهم، ولكن الموضوع ديال القتل ها هو وخرج لهم هو في موضوع آخر، قال لهم ذبحوا بقرة، راه مازال ما قال لهم شيء أشنو غديروا بها، لا اذبحوا بقرة، هما غادي يقولوا اش دخل ذبح البقرة لهذا تقتل، ما علاقة هذا بهذا، فما أخبروا ما تخبروش اشنو غيديروا من بعد، تخبروا غير بهذا الطرف، أخبروا بجزء حتى إذا ذبحوها حتى يذبحوها عاد غادي يقول لهم الله تعالى فقل نضربوه ببعضها، هزوا طرف من ديك البقرة وضربوا هذاك القتيل غادي يتقعد، هو غيقول لكم شكون اللي قتلوا. فقام فعلا وأخبر بمن قتله وفضح ابن أخيه الذي كان يطالب بدمه. هذا ماشي هو المقصود أصالة من القصة في القرآن، مش رب العالمين حكى لنا القصة باش يعني نقولوا هاش وقع وهاش وقع وتفضح فعلا، لا ليس هذا هو المقصود إطلاقا، لأنه اللي كان هو المقصود لكان قدم، يكون هذا الشيء جاء هو الأول ما جاش هو الأول. الذي جاء أولا هو وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
باش رب العالمين يوريهم أن الأمر إذا جاء من رب العالمين فمعناه التعبيد، تكون عبيد، عباد لله. ما فهمت شيء، ما فهمتش علاش، ومشي ضروري تفهم هالسر، ماشي ضروري تفهم هذا الأمر أجاء من عند رب العالمين أم لا. جاء من عند رب العالمين، إذا طبق وما تسولش علاش. فمن ما بدوا كيسولوا ويسولوا كيزيد يشدد عليهم، مع أن الحكمة من ذلك مخفية بهذيك البقرة باش غادي يعرفوا القاتل، فما انتبهوا إلى هذا. ولكن رب العالمين يريد من عباده أن يكونوا عبادا. ما معنى عباد؟ قال لك ذبح بقرة، ذبح بقرة، صوم هذا النهار، صوم هذا النهار، افطر هذا النهار، افطر هذا النهار. أما أن تبحث عن العلة في هذا الأمر ولا تطبق إلا بعد فهمها، فهذا مما ينقص من عبوديتك لله الواحد القهار، خاصة في أمور التعبديات، الأمور التي تسمى من التعبدات أو العبادات المحضة. علاش كنركعوها هكذا ما كنركعوش بطريقة أخرى؟ علاش المغرب فيها ثلاثة الركعات ما تكون شيء خمسة؟ يقولوا ويتر النهار خمسة، حتى خمسة راه ويتر، ولا واحدة حتى هو ويتر. لماذا تكون بالجهري ركعتاها الأوليان وما تكونش حتى هي بالسري؟ علاش سيدي ما يكونش الجهر هو الركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء وتكون الركعتان الأوليان سرا؟ لا يدرى لذلك وجه في الدنيا، وإنما نطبقه بمقتضى العبودية. نحن عبيد لله، فنرجو أن نكون له عبادا بالاختيار. نطوف حول الكعبة سبعا، علاش ما تقولش تسعا؟ وما معنى ذلك؟ حجر نقبله، حجر أسود، وحجر نرجمه، ما هذا نقبله هذا نرجمه، وحجر حجر، باش رب العالمين كيذوقنا معنى نكون عبيد له. دير هذه ديرها، لا تناقش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من اللي يبدأ بنادم يدخل فهمات العقلية هنا، معنى ذلك إذن أنك كتفهم على الله حاجة واحدة تثبت منها، حاجة واحدة تثبت منها فعلا، وحقك أن تثبت منها، وهي هذا الأمر والجي من الله ولا مش من الله. ها، إذا كان قد صدر من عند الله فلا كلام، غير تنفيذ. هذا عبد الذي قيل في مثله نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، قال له سيدو أجي كيجي، سير ليه كيمشي ليه، اركع هكذا يركع هكذا، صلي في هذا الوقت كيصلي في هذيك الوقت. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يفهموا وجه ذلك ولا سببه ولا حكمته ولا نهايته ولا غايته. فلو كانوا فعلا عبادا لله صادقين ما يزيدوش معه الضربة، يذبحون البقرة. ولكن معاني العبودية فيهم كانت ناقصة، فيهم الغش، وبدأوا يسولوا، قالوا أتتخذنا هزوا، واش راك تفلع علينا ولا أتتخذنا هزوا، هاك الضحك زعما الضحك معنا، حنا كنقول لك ميت وانت تقولنا بقرة، هذا الضحك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، واش أنا نلعب بالآيات ديال الرحمن؟ ولذلك استنبط العلماء من هذا حرمة من يعبث بآيات الكتاب ويخدمها في غير السياق ديالها، هي جاية في سياق وانت تخدمها في سياق آخر، يعني عبثا وتنكيتا وإضحاكا للآخرين. هذه جريمة من أكبر الجرائم، يعني كما يفعله بعض الشياطين، يخدموا بعض الآيات ماشي في السياق ديالها باش يضحكوا الناس، هذا منكر ولا يجوز. ما تديروش النكات بالقرآن، راه هي هذه اتخذوا زعما راك كتضحك معنا، واش الايات انا نضحك بها معاكم؟ كلام الله يجعل نكته معروفه، يعني بزاف ديال الناس كيروجوا النكت ديال القران، يعني كثير 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 جدا. فهذا لا ينبغي، ايات الله لا يجوز ان يستهزاء بها ولا بواسطتها. ما تضحك شيء وتسخر منها هي، لانك انا اذن تستهزئ بالله، الله يستهزئ بك. ولكن ما تضحكش مع الناس وتديرها هي سبب. يحدث ابن خلدون، ابن خلدون المؤرخ صاحب المقدمة، بقصة وقعت لهارون الرشيد رحمه الله، يعني من خلفاء الدولة العباسية. وهارون الرشيد من الشخصيات التاريخية اللي تلصقت بها التهم والأكاذيب والأباطيل، لصقوه به الشيعة، وأغلب القصص اللي في هذيك ألف ليلة وليلة ديال هذا الباطنية، هذا الفرق الضالة. أما هو فقد كان رجلا مجاهدا كما ثبت عنه، يغزو سنة ويحج سنة، سنة عنده فيها الحج وسنة عنده فيها غزوة جهاد في سبيل الله. ما ديك القصص ديال ليالي ألف ليلة كلها كذب، ما ثبت منها شيء من ناحية التاريخية. وكان يصلي يوما
لله في بعض صلواته. وحده واحد من الوزراء ديالو الذين يبسطوا إليهم ويبسطون إليه بينتهم، يعني واحد نوع ديال البسط والضحك والمزاح كيمزح ليه. فكان يقرأ في صلاته هارون الرشيد قول الله جل وعلا: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، من سورة ياسين. راه يصلي مكبر كيصلي: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني لماذا أنا لا أعبد الله يعني وأكون من الجاهلين، لا لن أكون من الجاهلين ولا أعبدن الله. وهو قوله الرجل الصالح: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هذاك اللي حدا هارون الرشيد لما قال هو وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني خدمها بواحد شكل آخر، خلى المتكلم هو هارون الرشيد. وفي الحقيقة المتكلم هنا إنما هو الله جل وعلا، حكاية عن الرجل الصالح: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ما كيتكلمش هارون الرشيد على راسه بشكل مباشر، نعم المعاني بعد ذلك تترتب وكيكون مقصود الإنسان في نهاية المطاف التالي القارئ للقرآن. قال له الآخر لما سمع وما لي لا أعبد، قال له والله ما أدري لي ما، يعني المعنى ديال الكلام هو كتقول يعني تفسير ديالها بشكل عامي، ما عرفت شيء علاش أنا ما نعبدش رب العالمين. الآخر قال له ما عرفت شيء علاش أنت ما كتعبدش رب العالمين. فيعني دار له النكتة. لما سلم غضب هارون الرشيد قال له يا فلان إلا الدين، نضحكوا ونبسطوا ولكن إلا الدين، بعد مني ما تضحك معي ما نضحك معك فيه. ولذلك لا ينبغي أن يصل المزاح من حد الإيجابية إلى السلبية فينقلب إثما على صاحبه، وهذا كثير مع الأسف هذا الزمن. وبعض الأحيان يكونوا شياطين يا إما من اليهود في أيام الاستعمار بثوها في المسلمين نكات من وراءها إسرائيليات يهودية حتما، يعني خدمة ديال اليهود في بعض الأحيان ماشي ديال المسلمين، واستعملها كثير من الناس بقصد سيء للإساءة إلى الدين. وبعض الأحيان الناس كيحكيوها جهلا باش يضحكوا، فمثل هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز اطلاقا. فالقرآن الذي هو مجموع آيات الله من كلامه لا ينبغي لأحد إلا أن يأخذه مأخذ الجد. قالوا أتتخذنا هزوا، لا أنا ما كان ضحك شيء بالآيات. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا إنسان جاهل، هذا أحمق لا يدرك ما القرآن وما الآيات ومن الآمر الذي هو رب الكون. جينا الآيات ديالو الكلام ديالو اللعب به ونديرو نكتة، لا يجوز لا يجوز إطلاقا. لما؟ لأن القضية فيها أمر، هذا راه الأمر، يأمركم أنتم مأمورون، ما كاينش الجدل ما كاينش النقاش، كاين السمع والطاعة، هذا رب العالمين، هذا ماشي بنادم كتعامل معاه. نعم الإنسان لا ينبغي لك أن تطبق أمره ولا نهيه إلا إذا فهمت حكمته، وإلا إذا فهمت غايته، وإلا إذا علمت أنه يأمر بما فيه مصلحة. فإذا تبين لك أنه يأمر بفساد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان والدك أو من كان فليكن. لكن أنت تؤمن إن كنت من المؤمنين أن الله رب العالمين لا يأمر إلا بالحق، فإذا أمرك فاستجب، سواء كان الأمر أمرا بالمعنى الصرفي أو كان نهيا، فكل ذلك أمر. إن الله يأمركم، ما بقى كلام، يأمركم اقرأ. أول الخطاب القرآني أمر، وجوهر الخطاب القرآني أمر، جوهر ديال القرآن ديال الشريعة كلها كتابا وسنة أمر، تعبيد العباد لله الواحد القهار. ولذلك فعلا كانت قصة البقرة قصة عجيبة، فعلا فيها سر أسرار القرآن، جمعت سورة البقرة، ما تسمت سورة البقرة البقرة نظرا للبقر أبدا، وإنما لهذا المعنى العجيب الذي يشكل سر الشريعة وسر الابتلاء بالدين وقصة الخلق البشري من آدم عليه السلام إلى آخر من يكون. كل قصة الخلق البشري والابتلاء الرباني لهذا الخلق كل ذلك مجموع في معنى الأمر، من الآمر جل وعلا إلى المأمور الذي هو العبد المطيع، وذلك هو الأمانة الذي حملها الإنسان بل حملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، أي خفنا من مسؤوليتها واعتذرنا لرب العالمين عنها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه لأنه حملها ما لا طاقة له به، جهولا بحقيقة الأمانة لأنه لا يعرف أنها تكليف
وأنها مسؤولية وأن وراءها حسابا. ولكن الله جل وعلا إذا كان الإنسان على استقامة في حمل الأمانة أعانه عليها وجعله محمولا بدل أن يكون حاملا بلطائف تيسيره ورحمته جل وعلا. لكن إن عاند واستكبر كما عاندت يهود واستكبرت شق عليها شقا كما هو واضح في هذه القصة. ما حدهم يسولوا، لأن الأسئلة كل سؤال يجي كينقص من معنى ديال الأمر والإئتمار. إذا ما قال لك افعل، كان المفروض أنه بمجرد نهاية سماع لفظ الأمر اذبحوا، غير بمجرد سماع نهاية الكلام لتستوعبه تكون يدك شدت الجنوية ومشي تذبح البقرة تطبيقا وتنفيذا لله. فكل سؤال تسألوه هو تأخير للتطبيق. قالوا أتتخذنا هزؤا، شوف شحال الوقت مشى. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما زال ما عندهم استعداد للأمر. وكلما تأخر التنفيذ، كلما تأخر التنفيذ نقص معنى العبودية في قلب العبد، لأن معنى العبودية هي التطبيق، تطبيق زائد سرعة التنفيذ. وملي كيتعطل سرعة التنفيذ معنى أن العبودية ناقصة، معنى أن العبودية ناقصة. وأسئلة بني إسرائيل أخرت التنفيذ ما شاء الله، فترتب عنه نقصان عبوديتهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان المفروض أن يتم التنفيذ حالتها. ولذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وقد عقل عن الله جل وعلا أسرار التشريع، كما ذكرت لكم قبل في الحصة السابقة لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. استشكلوا ذلك، جاءهم صعيب، فشكوا أمرهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي تلقى الوحي عن الله وعلم مصيبة بني إسرائيل في أنها حينما استدركوا على الله بالسؤال حول مغزى الأمر وحكمته وطبيعته ومآله، فقال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. سيدنا محمد قال لهم ردوا البال، قولوا سمعنا وأطعنا، لا تكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها، ولذلك جاء الفرج بعد كما ذكرت. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلم يأتي بعد ذلك الحساب متعلقا إلا بالكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا يحاسب الإنسان على خواطره وبواطنه، وإنما يحاسب على كسبه من الأقوال والأفعال. فأمة الإسلام خصت بسرعة التنفيذ، ولذلك كانت خير أمة أخرجت للناس. فأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كل ذلك راجع إلى أن المؤمن حينما يصطبغ عقله بنور الله ويهتدي قلبه بهديه، كلما وقع اختلال في الدين والتدين في الأنفس وفي المجتمع يشعر بالمرارة كشعور المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، حينما يرون الفساد يدب بين صفوفهم يشعرون بالمرارة، ولذلك يمارسون ويبادرون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم جبلوا على السمع والطاعة. ولا تزال طائفة من أمتي، من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه طبيعة في هذه الأمة من الله بها عليها، وكل ذلك تربية من محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ربى جيل الصحابة وجعل تربيته قدوة للناس إلى يوم القيامة، استفاد من قصص بني إسرائيل. ما جاوش القصص ديال بني إسرائيل هكذا حكايات باش يسليونا ويحكيوا لنا، وإنما جاءت لنأخذ العبرة من نقائصهم ومن فضائحهم. وكان هذا الرمز القرآني العجيب، العلامة البقرة، قصة جامعة مانعة لمعنى الطاعة على التمام والكمال، ولمعنى العصيان أيضا والتمرد على الله والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.